السلام عليكم. إيران باشرت بالعد التنازلي لتوجيه ضربات صاروخية وبالطائرات المسيرة على الأراضي العراقية مرة أخرى، وبشكل خاص ستكون هذه الضربات قادمة طبعا على إقليم كردستان. كل هذا كان قادما من تصريحات من هذا الشخص الذي ترونه أمامكم، ألا وهو نائب قائد العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، ألا وهو عباس نيلفروجان، الذي تحدث عن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في مارس من هذا العام، والذي طبعا تمتد هذه الاتفاقية لمدة 6 أشهر، أي حتى سبتمبر، أي سبتمبر الحالي الذي نتحدث به الآن. ومطلوب طبعا من العراق بموجب هذه المعاهدة الأمنية وكذلك حكومة إقليم كردستان أن يكون هنالك نزعا للسلاح من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى إغلاق مقارهم وإخراجهم من المنطقة. التصريحات لهذا القائد الإيراني تحدثت عنها وكالة تسنيم الإيرانية. الرجل ببساطة قال بأن هنالك ولدينا اتفاق مع العراق حول مسألة نزع السلاح من هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، والاتفاق سينتهي في 19 من سبتمبر الحالي، أي بعد 9 أيام من الآن. وبالتالي إن لم يتمكن العراق من تنفيذ هذه المعاهدة ونزع السلاح من هذه الأطراف وإغلاق مقارها وغيرها، فإننا مضطرون للعودة إلى ما كنا عليه سابقا، ويجب أن نحمي المصالح الإيرانية بشكل مباشر، أي بمعنى آخر بأننا سنعود لضرب هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة بشكل مباشر. ويجب أن ننتبه بأن الضربات الإيرانية لن تكون عادية هذه المرة. العام الماضي في سبتمبر عندما بدأت الضربات لم يكن هنالك أي تحذير إيراني واضح، فجأة بدأ يضرب إقليم كردستان وقالوا بأنهم أبلغوا الحكومة العراقية عن هذه المسألة، لكن هم إذا ما ضربوها طبعا ستكون الضربات ليست عادية، لأن ما حدث العام الماضي هم استخدموا 73 صاروخا ضد هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، استخدموا كذلك المدفعية، استخدموا أيضا طائرات شاهد 136 المفخخة، وأدى هذا الأمر إلى مقتل 13 شخصا بالإضافة إلى إصابة 58 شخصا. أحد الأشخاص الذين قتلوا هو من حامل طبعا للجواز الأمريكي، أي يعتبر بأنه مواطن أمريكي. وطبعا بالنسبة لإيران وهذا القائد هو يقول ببساطة بأن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة هي تهدد بشكل خاص الأمن القومي الإيراني، وتتدخل في الداخل كثيرا، تتدخل في التظاهرات، ترسل الطائرات المسيرة، تساعد طبعا إسرائيل، وأيضا هو وضح بأنها تتخذ من إقليم كردستان كنقطة أساسية أو كمنطقة عمليات، حولت إقليم كردستان إلى موقع أو منطقة عمليات لتنفيذ مثل هذه العمليات التي نتحدث عنها الآن. العراق المشكلة ليس لديه الوقت الكافي لحل هذه الأزمة من أجل إخراج هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. فالمصادر إلى يوم أمس، أي قبل 24 ساعة من الآن، تحدثت كما تلاحظون الشرق الأوسط عن مصدر كردي قالت بأن الوقائع على الأرض حتى الآن لم تتغير قط، لم تتغير أبدا، لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح. في نفس التقرير أكد أساسا بأن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة رفضت تماما نزع هذا السلاح، أو حتى بعضها لم توافق على مسألة ترك مواقعها، حتى أن صابرين نيوز التابعة للفصائل المسلحة المقربة من إيران على التليجرام كانت قد نشرت معلومات استخبارية دولية كما وصفتها، وقالت بأن لا زالت هنالك قيادات صغيرة متواجدة داخل المعسكرات، وقالت بعض هذه المجموعات نقلت إلى إسرائيل، بعض هذه المجموعات أيضا نقلت إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لا زال هنالك ولا زالت هنالك قيادات موجودة في المعسكرات. الأمر جدي للغاية، إلى درجة أنه وصل بشكل مباشر علني إلى رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني، الذي طبعا كان هنالك اتصال بينه وبين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطرق لهذه المسألة بشكل واضح، والذي قال إن أي تحرك للزمر الإرهابية والانفصالية كإجراء مضاد للأمن المنطقة يعد أمرا لا يمكن تحمله. بالإضافة إلى ذلك يجب علينا أن لا ننسى بأننا كنا قبل أسبوعين تقريبا أمام تصريحات من المتحدث
الرسمي باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني الذي وضح ووضع نفس هذه التهديدات وقال لا تمديد لمهلة نزع السلاح القوى المعادية لنا في العراق، لن نمدد هذه الاتفاقية مهما فعلتم، لدينا تاريخ معين، لم تفعلوا شيئا، يجب أن نتصرف بموجب المعاهدة الأمنية التي وقعناها بيننا وبينكم، وعليكم طبعا تحمل عواقب هذه المسألة. وبالتالي هنا يجب أن ننتبه بأن مثل هذه الضربات ستكون ليست فقط موجهة على المناطق التي تأتي باتجاه أربيل، لا أبدا، بل إنها ستأتي أيضا باتجاه السليمانية، وبأن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة هي منتشرة ضمن مناطق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أغلبها يتتواجد من ضمن مناطق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وعلى هذا الأساس رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني اتجه بنفسه إلى إيران. نتحدث هنا عن السيد بافل طالباني. الأوساط الإيرانية كانت قد تحدثت مثل نور نيوز بأنه قد وصل ليلة يوم أمس إلى طهران، والعربية الجديد أكدت بأن أساس هذه الزيارة هي مرتبطة بشكل مباشر حول قضية الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة ونزع السلاح من هذه الأطراف بشكل مباشر. وهذه واحدة من اللقطات للقاءات السيد بافل طالباني. كما تلاحظون التقى هنا برئيس البرلمان الإيراني، ولا زالت هنالك العديد من اللقاءات التي سيقوم بها السيد بافل طالباني. ننتظر طبعا الإعلانات الرسمية لطبيعة هذه اللقاءات. اللقاءات التي يقوم بها السيد بافل طالباني هي لا تأتي من فراغ، هي تأتي بعد تواصل واضح من بغداد من مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، الذي التقى بافل طالباني نهاية الأسبوع الماضي بهذا الشكل في السليمانية طبعا. والسيد قاسم الأعرجي كان قد التقى بالسيد ريبر أحمد كما تلاحظون وزير الداخلية أيضا في حكومة إقليم كردستان، وبعد ذلك اتجه أيضا إلى أربيل، وكان للسيد قاسم الأعرجي تصريح واضح حول هذه المسألة، وقال بغداد تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران. لكن حتى هذه اللحظة ليس واضحا كيف ستحل هذه المسألة، وبعض المعلومات الخاصة التي تحصلنا عليها أكدت بأن هنالك وفدا عسكريا أمنيا مهما رفيع المستوى سيصل إلى إقليم كردستان، وسنسمع عن هذا الوفد وطبيعة الاتفاق الذي ممكن أن يتم مع هذا الطرف. المشكلة الحقيقية بأن الأمور ليست متوقفة على العراق، لا أبدا، المسألة أن إيران أيضا تصعد تهديداتها باتجاه أذربيجان. كان هنالك اتصال للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع الرئيس الأرميني، وطبعا هذا الاتصال كان واضحا جدا من خلاله الإيرانيون، وقال بشكل واضح إبراهيم رئيسي أن أي تغييرات جيوسياسية أو حدودية في المنطقة هي خط أحمر لإيران، هذا بسبب أن هنالك معلومات أن أذربيجان من الممكن أن تقوم بعملية عسكرية على أرمينيا، وبأن إيران أساسا تصف وتعتبر أرمينيا هي الحليفة الخاص بها. تركيا تعتبر أذربيجان هي الحليفة الخاص بها طبعا، وبالتالي هنالك صراع كبير على الحدود مع إيران أيضا مرة أخرى. وقال بهذا الاتصال بشكل واضح، قال بأن بلاده، يقصد هنا طبعا إيران، أتحدث عن إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده للعب دور فعال أو دور فعال كجار قوي لمنع أي صراعات جديدة أو تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة، بل إنهم أيضا نشروا مقطعا مصورا بالنسبة للجانب الإيراني. هذا المقطع المصور طبعا الذي نشروه يوضحون بأنهم سيستخدمون الصواريخ البالستية وسيدخل الجيش الإيراني لهذه المعركة ضد أذربيجان. وإذا ما ألقينا نظر على هذه المقاطع التي نشرت ستلاحظ كيف أنها لقطات ليست توضح بأن أذربيجان وأرمينيا وتركيا، وتوضح لك الحدود التي تتحدث عنها إيران وتهددها بشكل واضح إن كان هنالك صراعا. أظهروا الصواريخ البالستية، أظهروا كذلك الجيش الإيراني كما ترون بهذه الطريقة في تهديد واضح لإيران بأنها ستشعل هذه المنطقة وستدخل على خط هذه المعركة ولن تتوقف أبدا. بالتالي هذه مسألة أيضا جديدة تعمل عليها إيران، والمسألة ليست مرتبطة في العراق فقط، لا أبدا. تركيا طبعا دخلت على الخط بحسب عدد من التقارير من الصادرة من تيرور ألارم وغيرها من الصحف، قالت بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال بأننا إن دخلت إيران على خط هذا الصراع سيكون لدينا ردة فعل تجاه هذه المسألة بشكل مباشر. بالتالي لو لاحظنا هنا فإن إيران
ليست لا تهدد فقط للدخول في مسألة الصراع بين أذربيجان وبين أرمينيا، وتصعد من طبيعة تصريحاتها النارية وبأنها ستضرب وستتدخل عسكريا، وإنما أيضا هي تهدد في نفس الوقت إقليم كردستان والحكومة العراقية، وبأنها ستضرب الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في هذه المنطقة. المثير هو التوقيت، وخاصة بأن 16 من سبتمبر، أي بعد أيام قليلة، بعد أقل من أسبوع، نحن أمام الذكرى السنوية للتظاهرات الإيرانية الكبيرة، تظاهرات مهسا أميني. نحن أمام ذكرى كبيرة وتحشيدات كبيرة لانطلاق هذه التظاهرات، وواضح بأن إيران هنا تعمل على حرف المسار وحرف التركيز أو تغيير التركيز الذي ممكن أن يأتي على الداخل الإيراني مرة أخرى. تريد أن تشعل الأمور في إقليم كردستان باتجاه أذربيجان، قد يكون باتجاه سوريا أيضا تجاه الولايات المتحدة، وأن تكون الأخبار بالنسبة لهذه التظاهرات هي عبارة عن أخبار ثانوية وليست أخبارا أساسية. وطبعا بالنسبة لإيران الآن تتخذ عددا من الإجراءات الأمنية، على سبيل المثال كما نشر من قبل البارنز في 24 ساعة الماضية بأن إيران قامت بإلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا خلف 5 صفحات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب السلطات الإيرانية تقول بأن هذه الصفحات هي تحشد وتجيش للذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني التي تعتبر أكثر تظاهرات هزت النظام الإيراني طبعا منذ سنين طوال. بالإضافة إلى ذلك بأننا يوم أمس كنا أمام حريق قد اندلع في السفارة الإيرانية فجأة في فرنسا مع اقترابنا من هذه الذكرى، وهذه لقطات لهذا الحرائق، لهذه الحرائق بهذا الشكل. بل إن هنالك تحركا من الكونغرس الأمريكي لمساندة التظاهرات الإيرانية وتظاهرات مهسا أميني بشكل مباشر. فالجمهوري جيم بانكس، هذا الرجل قدم مشروع قرار أطلقوا عليه مهسا أكت الذي ترونه، هذه هي الصفحة الأولى لهذا القرار الذي طبعا كان قد طرح في الكونغرس الأمريكي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، تقريبا بعد شهر من هذه التظاهرات، بداعي بأن هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها النظام الإيراني. وطبعا مهسا أكت كان قد وضع بهذا الشكل وطرح على مجلس النواب الأمريكي من أجل أن يكون هنالك تصويتا على هذا المشروع المهم للغاية الذي فيه أهداف كبيرة، ألا وهي معاقبة النظام الإيراني بأكمله. نتحدث عن المرشد الأعلى الإيراني، عن الرئيس الإيراني، عن كل هذه الأطراف، معاقبة كل هذه الأطراف يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على تحقيق الكثير من الاتفاقات أو التواصل مع النظام الإيراني. وهنا ما هو مثير بأن في 12 سبتمبر، أي بعد يومين من الآن، هنالك جدول ووضع على الجدول مسألة التصويت على هذا القرار الذي تحدثت به الآن، ألا وهو مهسا أكت. كما تلاحظون سيتم التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي، وهنالك دعم كبير من الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير هذا القرار ليذهب مباشرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. وبعد ذلك الرئيس الأمريكي مضطر على العديد من الأمور الموجودة والمنصوصة في هذا القرار المهم للغاية الذي يواجه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ممكن أن ترتكب من قبل النظام الإيراني تجاه هذه التظاهرات. بالتالي دعم دولي، دعم في الكونغرس ممكن أن يحشد ويصعد من وتيرة هذه التظاهرات. مما يعني تصعيد إيران تجاه العراق أو تجاه أذربيجان أمر سيكون متوقع للغاية.